أشار لنقطة في الحقيقة مهمة جدا، وهو أن كثير من الناس يكرر من عبارة، يعني إذا أراد أن يضيء أن يأتي بضيف أو يمتنع عن شيء أو يمنع أحد عن شيء، قال مثلا عليه الحرام أو عليه الطلاق. ف يعني ما حكم مثل هذه العبارة، ونصيحة لمن يكثر منها؟ أولا أن يقول الإنسان هذه العبارة من غير حاجة، وإنما لأجل تأكيد كرمه أو لأجل تأكيد أمر من الأمور، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. هذا يدل على ضعف إيمان هذا الشخص، وإلا لو كان عنده الإيمان القوي والخوف من الله عز وجل ما تلاعب بحدود الله بهذه الصورة، أن يبتذل هذه الألفاظ العظيمة التي قد تحل عقد الزوجية الذي سماه الله ميثاقا غليظا لأتفه الأسباب. وما يرى في بعض المجالس من الحلف بالطلاق والحرام، وهذا كله من المنكر، وينبغي التواصي على إنكاره. وينبغي أيضا أن يبين للناس بأن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق. المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون وقوع الطلاق في هذه الصور كلها. لكن الذي عليه الفتوى عندنا الآن في المملكة وكثير من دول العالم الإسلامي، أن من قال عليه الحرام أو عليه الطلاق أن تفعل كذا أو أن يحصل كذا، أو أن هذا يكون بحسب نية من قال ذلك، فإن نوى طلاقا وقع طلاقا، وإن نوى ظهارا وأتى بلفظ يحتمل الظهار كالتحريم فإنه يكون ظهارا، وإن نوى يمينا يكون يمينا، ومن حصل منه ذلك فعليه أن يذهب لدار الإفتاء لكي يتثبت من لفظه وقصده ونيته، ولكي أيضا يوعظ ويوجه. ولهذا أقول إن هذا الأمر المنتشر لدى بعض الناس أمر منكر أحيانا، يعني وهذا أصبحت تنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في المجلس الواحد يحلف بالطلاق أكثر من شخص، هذا يقول عليه الطلاق وهذا عليه الطلاق وهذا عليه الحرام، وهذا كله من التلاعب بحدود الله عز وجل. هذا العمل عمل لا يجوز، وكل واحد من هؤلاء عليه أن يستفتي هل وقع الطلاق بالنسبة له أم لا، لابد أن يستفتي بنفسه، لأنه كما ذكرت المذاهب الأربعة أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، لكن هناك قول آخر بعدم وقوعه بعد التأكد من النية واللفظ والقصد، يعني وضوابط أخرى. فلهذا ينبغي أن يبتعد الإنسان عن لفظ الطلاق. إذا احتاج للطلاق فيطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه إذا احتاج، وبعد استنفاذ جميع الحلول، وأصبح استمرار العلاقة الزوجية عنة ومشقة، هنا في هذه الحال يطلق طلقة واحدة فقط لا يزيد في طهر لم يجامعها فيه. أما أن يكون الطلاق على لسان الإنسان في مدخله ومخرجه، بل بعض الناس يرى أنه لن يكرم الضيف إلا إذا طلق، وبعض الناس يرى أن صاحبه أنه ما أكد عليه الدعوة إلا إذا طلق. هذا كله من الجهل وقلة الوعي والتلاعب بحدود الله عز وجل. ولهذا فأقول ينبغي للمسلم أن يبتعد عن لفظ الطلاق، ولا يتكلم بلفظ الطلاق إلا عند الحاجة، بعد دراسة الموضوع وبعد استنفاذ جميع الحلول يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. من حصل منه طلاق في مجلس أو في لأجل تأكيد أمر أو نحو ذلك، نقول عليه أن يستفتي، يذهب لدار الإفتاء لكي يدرسوا حالته، لأن تحتاج إلى دراسة. فتوى نفسها مثل فتاوى الطلاق تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تأكد من لفظ المطلق، إلى قصده، إلى نيته، إلى حالته النفسية، إلى درجة غضبه، إلى حالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، كل هذه تحتاج إلى دراسة. نعم.